سوريا. نتواصل نحن وأنتم ضلال الأصيل. لا شك أن للأنشطة التي تقيمها المجمعات السكنية والأحياء دور كبير في الترابط الاجتماعي بين أبناء ذلك الحي. وحي النسهة أحد الأحياء الحديثة نسبيا في الخرطوم، وهو حي يمثل نموذج للأحياء التي يترابط سكانها وخلقت بينهم علاقات اجتماعية وروابط قوية، كانت مثالا يحتذى به في الجيرة وفي السكن وفي الأنشطة التي يقوم بها السكان. اليوم في هذه المساحة نتحدث عن هذا الحي وعن الأنشطة التي يقوم بها والنادي وإسهامه الكبير في ربط السكان ببعضهم البعض. دعوني أرحب بضيوفي داخل الاستوديو، الدكتورة حواء عمر ضوى البيت، رئيس قطاع الشباب بنادي حي النسهة الثقافي الرياضي الاجتماعي. مرحبا بك. تحايا كذلك تمتد لي الباش مهندس المستشار محمد إدريس بابكر الناطق الرسمي باسم النادي. مرحبا بك حبابك عشرة. مرحبا بك الأستاذ نزار، ومرحبا بقناة الشروق، ونتمنى نكون ضيوف خفيف ظل عليكم إن شاء الله. مرحبا بك. نبدأ باش مهندس بنشأة حي النزهة، خلفية تاريخية قصيرة. طيب، نادي حي النزهة نشأ في نهاية التسعينات وبداية الألفين، اكتملت الصورة العمرانية البنيانية له في 2005-2006. التركيب الحي ما شاء الله يعني متنوعة ما بين الشباب والشباب والأطفال والمرأة وكالعادة يعني للأحياء السكنية. هو حي ممكن تقول عليه بدأ يكون نموذجي ويتوسط الخرطوم، ونشأ من أحياء قديمة كمثال لها السجانة، الديوم، الصحافات وهكذا. طيب نتكلم برضو عن التركيبة الاجتماعية لحي النزهة. معروف أنه الأحياء الحديثة نسبياً يا باشمهندس لسه نسبة السكان فيها يعني ما بتكون كثيفة، وبالتالي الضغط على الموارد وعلى المنشآت بيكون أقل، التنوع برضو ما بيكون فيه تنوع كبير جداً باعتبار أنه حي حديث نسبياً في الخرطوم. نعم، التركيبة الاجتماعية يعني بدت في السنوات الأخيرة، العشر سنين الأخيرة ممكن نقول بدأ يكون في ترابط بين الناس، والناس بدأت تعرف بعضها البعض، لأنه في السابق يعني قبل العشر سنوات ممكن تقول الناس لسه يا دوب بدأت تجي، وخصوصا في بعض المغتربين وهكذا، فبدأت تكون في بعض الأنشطة الاجتماعية، والحمد لله تكونت الجمعية التعاونية اللي هي تدعم الجانب الاستهلاكي للأسر وكذا. عندنا النادي برضو، نادي النزهة برضو يعني ما شاء الله بدأت تكون في علاقات اجتماعية جيدة بين الناس، وطبيعة التواصل طبعا بقى أكثر هو بوسائل التواصل الاجتماعي أكثر، الناس متواصلين وكذا، ومع ظروف الحياة والجري وكذا، لكن في ترابط اجتماعي الحمد لله، وفي كثير من البرامج الاجتماعية الصحية والثقافية الحمد لله متواجدة في الحي. جميل، خلينا نبدأ مباشرة بحديثنا عن نادي النزهة الرياضي الاجتماعي الثقافي، نشأته، تكوينه، أعضاؤه والمساهمين فيه. نعم، نادي النزهة الثقافي الاجتماعي تكون أو تأسس في العام 2016 وفق قانون هيئات الشباب والرياضة للعام 2007. بدأ التدشين الرياضي بصورة أساسية منذ ذلك العام، والحمد لله نمتلك فريق في الدرجة الثالثة لكرة القدم، وعندنا كمان فريق للكرة الطائرة في الدرجة الثانية، ونحن الآن الحمد لله تكون المجلس الجديد اللي هو بعد تم أربع سنين القديم اللي هو ممكن نقول عليه المؤسس. المجلس الجديد يتكون مجموعة من الشباب ما شاء الله، ويرجى منهم الكثير إن شاء الله بإذن الله. جميل. دكتور حواء، نتكلم عن الشباب ووجودهم وتحديدا تمثيل المرأة في نادي حي النزهة، أعتقد واحد من العناصر المهمة في تكوين كل الأجسام الفاعلة في جميع الأحياء. تمام. طيب، نحن لو شوية رجعنا يعني الحي بتاع النزهة ذاته فيه تنوع ممكن موجود في داخل حي النزهة كل ولاية السودان، فالحاجة دي خلق تمازج اجتماعي جميل جدا داخل الحي، ففي برضو كمية كبيرة من السن الشباب ممكن نقول عليهم شباب موجودين داخل النادي، موجودين في حي النزهة. تمثيل المرأة في النادي بنسبة 50%، لأنه النادي مقصودة ولا جات صدفة؟ لا، هي مش حكاية مقصودة ولا كده، لكن لأنه زي ما أنت عارف النشأة بتاعت المنطقة ذاتها منطقة جديدة،
فأغلبية الناس الموجودين فيها بحكم الشقق الموجودة وكده فهن في الطور بتاع السن الشبابي وكده، فموجودة مرأة كتير وموجود الشباب كتير، فالناس بتاخد بالطابع الجديد إنه تمثيل وجود المرأة لازم، والنادي منشأ مع إصدار الفيفا لأنه تمثيل المرأة حاجة مهم جدا، فنحن كنا عاوزين نكون مبادرين بأنه المرأة تمثيلها يكون تمثيل موجود داخل النادي بنسبة كبيرة، بحكم أنه النادي خلاف أنه هو نادي رياضي نادي ثقافي ونادي اجتماعي. طيب نقف في نقطة أنه نادي اجتماعي دي ونرجع لكلامك الجبال باعتبار أنه في تنوع كبير في في السكان فيما يلي وجودهم في حي النزهة، كيف استفدتوا من التنوع ده في بناء تركيبة اجتماعية قوية بالنسبة للحي وبالنسبة للنادي حقكم؟ طيب التنوع دائما بيخلق الإبداعات والتنوع برضو بيخلق إنه الناس بدل ما تكون متنافرة بتكون متجاذبة إذا أدرنا التنوع بصورة صحيحة. أيوة أي إذا أدرنا التنوع بطريقة كويسة، لأن إحنا في نادي النساء ما عندنا التنافر الموجود فكل الناس حابة بإنه النادي ده باعتبار إنه أغلبية سكان النساء موظفين فما عندهم حتة اجتماعية بتخليهم يتلاقوا ويقعدوا ويتفاكروا خلاف النادي فالتنوع خلانا إنه كل زول عاوز يكون هو عضو مساهم وعضو موجود اجتماعيا داخل النادي ومتفاعل ببرامج النادي. جميل. برضو نقيف عند الشباب ووجودهم داخل النادي وشقيهم الشباب الرجال والنساء وجودهم داخل النادي، الأنشطة المقدمة لهم وإسهاماتهم تجاه النادي وإسهاماتهم تجاه الحي بصورة عامة. طيب من النشاطات اللي تقدمت يمكن في 2022 مع نهاية 2022 قام النادي بتكريم الطلاب بتاعين الشهادة السودانية اللي هن كان عددهم قرابة 85 طالب ناجح للشهادة من كانت من مرحلة الأساس والثانوي، فكانت دي واحدة من الحلقات الاجتماعية تم تكريم الطلاب ديل من أبناء الحي بترابط من الحي ذاته يعني مع أسرة النادي، والتكافل كان كل الناس الموجودين هن اللي اشتغلوا الفاعلية كلها من دعوات لهدايا لكل شيء بترابط جميل جدا. بعديها طوالي يتعمل منتدى ثقافي، في المنتدى الثقافي كانت الجاية بفرق تماما طبعا من الاحتفال بالتكريم وكذا، فالمنتدى الثقافي هو الدان الدافع القوي في انه سكان الحي هن مقبلين لانه التغيير الحاصل في الحي ووجود النادي فعلا بيخلق تنوع بيخلق تمازج اجتماعي قوي جدا. فكان المنتدى الاول في شهر اكتوبر يوم 22 اكتوبر، فبرضه كان في قبول جميل جدا، وكانت في يعني كونك يجيك منتدى ويغير لك المود بتاع الحي حاجه جميله جدا، فكان القبول بالنسبه كبيره جدا، وبرضه القبول ده ساهموا فيه والشباب بتاعين الحي والموجودين من اعضاء النادي في التكوين والتحضير والحاجات دي. جميل. باشمهندس الموقع المميز لحي النزهة كيف خلى عنده مكانه مختلفه وبالتالي ساهم في انه يكون عندكم نادي ويكون قبله لبعض حتى الاشخاص من غير الساكنين والقاطنين في حي النزهة؟ طيب وجود الحي في الوسط ما بين جبره والامتداد والصحافه والعمارات واحياء القوز والرميله يعني اداوا علاقات كويسه، والنادي يعني حقيقه دعم العلاقات دي. نادي النزهة الان عنده علاقات طيبه جدا مع الفرق المجاوره، لو دلفنا على المجال الانشطه الرياضيه قليلا لنا علاقات طيبه وجميله جدا مع فريق العشره او نادي العشره أو نادي الامتداد نادي العلمين نادي النيل، دي علاقات جميله جدا ويعني طيبه خالص وبنستفيد مع بين بعض في تنقلات اللعيبه وكذا وهكذا. فالموقع ده خلق علاقات كويسه جدا مع الحياه اللي حوالينا، واحب اذكر انه برضو النادي عندنا الان مدرسه سنيه اللي هي اكاديميه النزهة للمدارس السنيه، وعندنا فريق الناشئين وفريق الشباب والفريق الاساسي، فدي كلها خلقت لنا علاقات رياضيه واجتماعيه وثقافيه، وده الهدف الاساسي من انشاء النادي انه تكون في علاقات رياضيه ثقافيه اجتماعيه مع بقيه الاحياء وبقيه الانديه. بالاضافه لانه يعني سكان النزهة ذاتهم يعني ما شاء الله عندهم يعني وزنهم
ويعني مواقعهم الكويسه في 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 الحكم المدني وهكذا يعني. طيب باشمهندس، كيف ساهم النادي في تفجير النشاط الثقافي في حي النساء؟ النادي زي ما ذكرت انه هو تاسس في 2016. قبله كانت الناس علاقتها مع الاحياء اللي جو منها، سواء كانت السجانه والصحافه والديوم وهكذا. من 2016 بدأت تكون في علاقات، يعني بقت في حركة رياضية، وأساساً الشباب أكثر حاجة يعني بتشغلوا من الرياضة وتشغلوا عن الأشياء الثانية الأخرى، الأشياء السالبة سواء كانت المخدرات أو هكذا. فالتفاف الشباب حول النادي يعني شغلهم عن بعض الأشياء السالبة. وأحب أذكر نحن في الفترة الأخيرة الأسبوع الفات الحمد لله نظمنا ندوة كبيرة جداً عن المخدرات ومكافحتها، وكان فيها مجموعة من المتحدثين يعني أصحاب الشأن في موضوع المخدرات والمكافحة والمعالجة. ودي من البرامج الهادفة اللي هي يعني بتنبه الشباب عن الظواهر السالبة التي ظهرت مؤخرا. جميل دكتورة، نوعية الأنشطة المقامة في النادي برضو أعتقد واحد من المحاور المهمة جدا المفروض نتكلم عنها. طيب نحن يعني الأنشطة بالذات الأنشطة الثقافية اللي هي عندنا منتدى، وإن شاء الله مع لأنه النادي يعني القبول يا داب، فالمنتدى إن شاء الله بيكون أسبوعياً عما غريب إن شاء الله. هسه بنحاول من فترة لفترة نعمل منتدى شهري باعتبار إنه نقدر على التنظيم الحضور، أيوة على الأقل الحركة ذاتها تكون هي حركة الحي موجودة. إحنا عاوزين برضو المنتدى يجيب لنا الحركة الخارجية اللي هي الأحياء الجوار. بدت يعني التدشين زي ما تكلم الأخ الباشمهندس، التدشين كانت فيه كمية كبيرة جدا هي من خارج نطاق حي النسها، كانوا ناس داعمين للبرنامج وبرنامج التدشين. والفكرة بتاعت إنه ذاته ندشن بالمخدرات كنا مستهدفين بها الوضع الاجتماعي اللي هو هسي، كان تحت شعار بيئة اجتماعية خالية من المخدرات. فنتمنى إنه النشاطات بتكون متداولة إن شاء الله في المجال ده. وضعياً مستقبلياً يعني في أنشطة تانية اللي هي الأنشطة الرياضية الموجودة اللي هي بتخلي أصلاً التفاعل داخل النادي يكون موجود، خلاف الأنشطة بتاعت الكرة السلة والطائرة في البلياردو في الحاجات دي كلها إن شاء الله بتكون مضافة. ناويين نشئ الصالات بتاعت الرياضة والصالات بتاعت الألعاب الرياضية على أساس إنه يكون في وجود، حتى ناويين نعمل حوض بتاع سباحة على أساس إنه دي كلها نشاطات بتخلي الناس بتهاجر لها، فوقت تلقاها داخل الحي بتكون أفضل لها والممارسة لها أحسن. طيب برضو من يا دكتورة، يعني هل هناك أنشطة تخص المرأة خصوصاً أنت رئيس قطاع الشباب؟ أيوة من النشاطات اللي نحن عن طريق النادي، لأنه زي ما أنا قلت لك ثقافي اجتماعي، عاوزين نهتم بالجانب الثقافي، لأنه مع الوضعية بتاعتنا هسي أغلبية الناس الموجودين نقول في العاصمة بدأت الثقافات والمعرفة بالثقافات الآخرين بدأت تندثر. فنحن في النادي ناويين إنه الحاجة دي بنحكسها عن طريق المنتديات وعن طريق المرأة الموجودة، لأنه أنا زي ما قلت لك الحي متنوع. دي واحد. اثنين، في برامج بتاع التأهيل وتدريب بالنسبة للمرأة. برضو المنشط الرياضي، كل المناشط الرياضية اللي هي موجودة للمرأة، من برضو خاتين في خطتنا من أحواض سباحة لتدريب على النشاطات بتاعت الرياضة، ممارسة الرياضة، الكرة، على الخماسيات عندنا موجودة خماسيات، والمدرسة الأكاديمية برضو ناويين نضيف فيها التدريب بالنسبة للبنات الصغار وكذا. فدي واحدة من الإسهامات الموجودة إن شاء الله. جميل باشمهندس، نقول لك السؤال عن نوعية الأنشطة الممكن تقام في النادي. الدكتورة تفضلت بالحديث فيما يلي: الأنشطة الرياضية والمنتدى الثقافي اللي مستقبلا حيكون منتدى أسبوعي، وذكرت الفعالية التثقيفية التي قيمت الأسبوع الماضي. أيوة بصورة عامة يعني كما ذكرت الدكتورة إنه هي الأنشطة الرياضية بصورة أساسية طبعا. بعد ذلك الأنشطة الثقافية والأنشطة الاجتماعية. خلينا نقيف عندهم واحدة واحدة. نعم. ونبدأ بالأنشطة الرياضية. نعم. أعتقد دي بتجمع أكبر عدد من الشباب. نعم. وبعد ذلك ننتقل للثقافية والاجتماعية. جدا إن شاء الله. بالنسبة للأنشطة الرياضية بصورة أساسية الآن إحنا عندنا الفريق بتاع كرة القدم
زي ما قلت لك بتوزيعاته المختلفة، موسم التسجيلات وموسم التسجيلات. الحمد لله خلال الثلاثة أسابيع السابقة يعني قدرنا نسجل مجموعة من اللاعبين المتميزين، نتمنى أنهم يدفعوا الفريق للأمام. ونحن أملنا وهدفنا الأساسي وفي المجلس ده خطتنا الأساسية أننا نصعد للدرجة الثانية إن شاء الله بمساعدة الحي ومساعدة الشباب واللعيبة. تمكنا الحمد لله من تسجيل قرابة 11 لاعب ومتميزين من فرق مختلفة، نتمنى أنه بهم نصعد للدرجة الثانية. الأنشطة الثانية الكرة الطائرة، نحن نلعب الآن في الدرجة الثانية. نحن بصدد إضافة الأنشطة الرياضية الأخرى، التزلج، البينج، كرة السلة إن شاء الله. طيب اجتماعيا أنا أعتقد برضو نقطة مهمة جدا كونك عشان تدير التنوع اللي تكلمنا عنه قبل، لابد من كيف النادي ساهم في الترابط الاجتماعي بين السكان. طيب نحن في الفترة السابقة الحمد لله حاولنا نجمع الناس حول النادي ونعرفهم بالنادي، لأنه في كثيرين ما كانوا عارفين عنه، عرفناهم بالنادي والأنشطة بتاعته ودعمناهم للمنتديات، فدي كانت ترابط اجتماعي. وبصدد قيام الأنشطة الأخرى سواء كانت أسواق خيرية، الأشياء الأخرى اللي هي ممكن تلم الناس اجتماعيا، في الأمسيات بالذات برضه نحن في بصدد يعني تنسيق منشآت النادي حتى الناس يتلموا اجتماعيا بالأمسيات، ويعني يكونوا بيعرفوا بعض وبيناتهم علاقات اجتماعية إن شاء الله في الأنشطة اللي ممكن تكون متاحة بإذن الله. طيب يا باشمهندس سويتوا شنو عشان تضمنوا استمرار نشاط النادي؟ والله نحن طبعا بعد الاستعانة بسكان الحي بعد الله سبحانه وتعالى والاستعانة بسكان الحي يعني انشأنا مجموعة من الجروبات. طبعا مشاغل الناس الزمن ده بقت كثيرة جدا، فحاولنا نجمعهم في الجروبات. عندنا الآن قرابة 7 أو 8 جروبات في الواتساب يعني بنجمعهم عليها وبندعوهم للأنشطة. ولما عملنا التدشين بتاع المنتدى في اكتوبر زي ما قال ذكرت الدكتورة كانت لمة من الناس يتعارفوا مع بعض، بعد ذلك جاء التكريم برضو الناس بقت تتعارف مع بعض وتتواصل مع بعض. فيعني في خلال السنة اللي فاتت دي نهايتها الناس يعني بقى في ترابط ما كان حقيقة زمان موجود، ونحن تطلعاتنا وهدفنا لترابط يكون أكبر من كده إن شاء الله بإذن الله في المرحلة. دكتور نتكلم عن الدور الاجتماعي اللي بيلعبه النادي والمنتدى، عندنا اثنين، النادي الكبير يقام عندكم المنتدى الثقافي الشهري الآن، بعد ذلك حيبقى أسبوعي، أعتقد الاثنين عندهم أدوار مختلفة، النادي ككيان بينشطه كله والمنتدى كفعالية يقيم النادي. طيب لو بدينا من المنتدى، المنتدى طبعا المنتدى بيخلق لك التمازج بتاع، انا زي ما قلت لك بيجيب لك ناس من برا النادي فبيخلق علاقات وترابط جميل جدا، وبينقل يعني بيعمل نقله بتاعت افكار جميله جدا، وفي نفس الوقت المنتدى بيخلي السكان الحي او الناس المقبلين انه يتعرفوا على حاجات كثيره هن ما عندهم زمن يتعرف على، بالذات في المجال الثقافي، في المجال بتاع الشعراء، في المجال بتاع الأغاني، في المجال بتاع الوعي ذاته من ناحية بتاع الدراما على كده، فالزول ما بيلقاها إلا عن طريق المنتديات، لأنه في السوشيال ميديا ما خلت لنا حاجة إنك أنت ووجود الناس في المنتدى بتلقى اليمينك ما بتعرفه، اليمينك ما جارك، اليمينك زول جاي من مكان بعيد أو ساكن جديد، فده بيخلق التمازج الاجتماعي اللي نحن بنسعى عليهم. أما من جانب الفرق الرياضية دائماً لاعبة الكرة بيجوا من حتات كثيرة ومحبين الكرة بيجوا من حتات كثيرة، فده برضو بيخلق حراك داخل الحي حتى على المستوى النشاطات الأخرى، يعني اللي بيجي يحضر الكرة بكرة بتلقاه بيقى عامل له زميل وصاحب داخل الحي وده اللي بيقدروا ينتقلوا، فده بيخلي النشاط ذاته بتاع الشباب داخل الحي بدل ما هن كانوا ما موجود ليهم زي ما يقولوا ما في حاجة تفرق، فالنادي بيبقى ده الملجأ الوحيد اللي بيخلي الناس تجي وتحكيز وتصهر إبداعاتها. يعني احنا ناويين الترابط الاجتماعي انه نعرف إبداعات الموجودين داخل النسهة، الإبداعات المواهب اللي عندهم شنو، ناويين ندعم من ناحية بتاعت تنمية مواهب داخل الأحياء لأنه الحاجة دي مهمة، فبيخلق التمازج الجايين يحضروا الكرة والجايين يشاهدوا كرة السلة والجايين يحضروا كرة الطائرة، فاللعيبة ذاتهم موجودين، نقول ما كل اللعيبة بيكونوا هن من أبناء الحي، في لعيبة بيكونوا طبعا على حسب شريان الحي تسجيلات. أيوة التسجيلات وكذا، فاللاعب اللي بيجي بينقل برضو ثقافة المنطقة اللي هو جاي منها وبتكون في ترابط جميل جدا، ف
فإن شاء الله عن طريق الكورة طبعاً هي اللون الوحيد بينقل كل الثقافات واللون الوحيد اللي بيرمز للسلام زي ما بقوله الاجتماعي. أنا شاكر لك جداً دكتورة حواء عمر ضو البيت رئيس قطاع الشباب بنادي حيونسها ثقافي الرياضي الاجتماعي، كنت ضيفة عزيزة علينا في ظل الله، يعطيك كثر خيرك. تسلم، شكراً كثير نزار، يديك العافية إن شاء الله. كذلك شكراً للباشمهندس المستشار محمد إدريس بابكر الناطق الرسمي باسم النادي، شكراً كثر خيرك. شكراً لك أستاذ نزار، وشكراً لقناة الشروق لتحت هذه الفرصة. شكرا. كانت هذه المساحة الأولى في ظلال الأصيل والتي توقفنا فيها حول تجربة نادي حي النزهة الثقافي الرياضي.